تحياتي قناة مصطفى فلوق، كنشكر كل متتبع القناة، كل من شاهد القناة يزيد يبارطاجيها ويدير لايك ويتذكر معنا ويناقش معنا، إلا شاف شي حاجة اللي هي متفق معاها فيناقش يجي مجمعها، ولا ما متفقش نحاولوا نتذكروا شوية ونديروا شي تعليقات باش تحفزونا وتحفزوا القناة أكثر. أنا قناتكم صراحة. أسباب ديال الهزام المنتخب المغربي، احنا أول حاجة راه مبروك على هادشي اللي دار المنتخب المغربي. المنتخب المغربي من 3 شهور هو دار هادشي، هذا راه هادشي جميل، وكنشكرو جميع الجمهور المشجعين العرب والأفارقة وانت اللي كتسمع دابا واللي كتشجع هاد القناة، ان شاء الله اللي غادي تبارطاجيها وغادي تجمجمها وغتشجعنا كما كنشجعو كلنا المنتخب المغربي. فالمشجع المنتخب المغربي حتى هو لعب دور مهم بزاف بالوصول لهاد النتائج هادي وجلب الحظ حتى هو. فكنشكر الجميع، وهذه امانه ليك اللي كتسمع واللي كتشوف هاد الفيديو تتبارطاجيه وتجمجمو ودير لنا بعض التعليقات وتشجعنا كما باقيين كنشجعو. اذا تحياتي للجمهور المغربي، هذا ربحنا جمهور كبير وبينا للعالم بان عندنا جمهور كبير. كنا كنتمنى، انا بدي كنت كنتمنى يكونوا بعض الصور ديال اللاعبين احمد فراس، تيمومي العربي بن مبارك ولي برانس دو فوت، وبزاف من لاعبيات السبعينات والخمسينات والستينات. خصنا نردو الاعتبار للتاريخ ديالنا باش يكون عندنا تاريخ. التاريخ خصنا، احنا اصلا عندنا تاريخ بالحق، للاسف ما كان نعترفوش به ولا ما كنعرفوش به باش نعرفوه على الناس. التاريخ هذا خصنا حنا نعترفوا به وحنا نعرفوه لعباد الله ونبينوا بان الى الارجنتين عندها مارادونا، حنا عندنا العربي مبارك، وعندنا اخرون، وعندنا احسن من بيلي واحسن من امبابي واحسن واحسن واحسن. اذا هذه واحد الثقافه خاصها تكون عندنا، هذه حتى هي كتعطي كتجلب الحظ ايضا. اضافه لهادشي هذا عامل ديال صراحه ما فهمتش انا علاش المدرب ما لعبش التكتيك ديالو. هادي مجيه ما دخلش 4 صافي، عندك هنا اكرد عيان، عندك الكابيتان عيان، دخل بونو واليميق ولعب الجوج ديالك والمهاجمين يرجعوا يعاونوا المدافعين عاديين، ودخل املاح من قد من الاول. املاح كيفاش تخلي مبابي بوحدو؟ يا ربي غريزمان بوحدو، غريزمان خصو يكون لاصق فيه املاح، لاصقو املاح غدخلو غير غريزمان خويا فيما مشى الكره اللي تجي تقطع له قبل ما توصله صافي. هذاك هو اللي كيبني العمليات، هذاك هو من اللي كيوصل عنده الكرسي، هذاك ما يقيش الكره ما توصلوش. انت حضي لي غير غريزمان ملي يكون في المنطقه ديالنا، في المنطقه ملي تكون الكره عنده من الفوق لعب كرتك. الصلاه على النبي، غريزمان كان خصو يتحدى له تقطع له الضو الما، حيت هو اللي كيبني كل شيء. ثاني حاجه التمريرات الخاطئه ديال جواد اليميق، التمريرات ما كانش خصنا تمر في الوسط بتاتا البتة. حنا بنا النقط الضعف ديالهم الاجنحه وراء ديمبيلي وراء امبابي، ما كيرجعوش يعاونوا الدفاع. انطونسيس كان خصنا نلعبوا عليه هذاك، تبارك الله اشرف حكيم زياش دار خدمته هو واشرف حكيمي وناحي، كانوا كيخرجوا الكره من تما، جاز الزلزولي بانت الكره بدات كتخرج من تما. لا هو لا هذيك المحاوله ديال عطيه الله صراحه، اللعب الفردي اللي كيديرو حمد الله ما كانش خص، ماشي ساعته هذيك مره باتت الباتا. شد الكره وكان اوناحي بوحدو حداه يحطالو يماركي، ما فهمناش علاش ما تارا ما عطى الكره لاوناحي اللي خاوي حداه بوحدو، ما عرفناش علاش. حدا الراس جوج الفراس، حدا الراس حدا رجلو، حدرو كاع ما بغا يعلي يشوف اش واقع، وما فهمناش مره. حمد الله للمقابله الثالثه بين بانه ماشي ديال المنتخب وماشي مد
هو ديال الفريق اكثر ما هو ديال المنتخب، وماشي ديال اللاعب اللي كيلعب تحت الضغط، الضغط ديال المنتخب والجمهور الكبير وفرقه كبيره، بين بانه اللاعب ديال من اللاعبين ديال يا ربي الفرق السعوديه والجمهور السعودي ياك، وثقافة ديال الكرة الآسيوية. فكنتمناو من المدرب يبقى يعرف الاختيار، يحاول يختار الملاعبية اللي كيلعبوا اللعب الجماعي واللعب اللي عندهم التسديدات. وانا كان ما فهمتش علاش صراحة صابيري ما دخلش، صابيري ديال التسديدات، حطوا التسديدات. صابيري قبل ما يلعب مع المنتخب المغربي كان كيلعب مع المنتخب الالماني الرقم الناف تسعود، حيت عنده ديك لاكوش محتاجين لها، ديك لاكوش محتاجين لها بزاف بزاف بزاف. اذا هادو هما النقط اللي صراحه اللي كانوا نقاط ضعف ديال المنتخب، اضافه الحظ اللي ما كانش، اضافه العامل ديال الحكم اللي هو كان عامل ضد المنتخب المغربي واللي ما حكمش بجوج ديال ضربات جزاء. وناحي كان المايسترو أمرابط دار الخدمه ديالو اللي قد يدير لها تبارك الله عليه، زياش دار المجهود ديالو، اشرف حكيمي راه ما عطيت لك خصو يدخل من الاول، المزراوي ما كانش في نهارو كان خصو يدخل من الاول عطيت الله. هادو بعض الاخطاء اللي نورمالمون ما عرفناش علاش وقعوا، صراحة لا يكون في العوان في المدرب لأنه جوه قرارات في آخر لحظة ضروري ما غادي يربكوا. كنشكروا جميع شكون اللي دعم القناة ودعم هذا الفيديو هذا، كنشكركم جزيل الشكر وتحياتي لكم والسلام عليكم.